برفقة عدد من المسؤولين الإداريين والفنيين، فضلا عن العاملين بالبلدية والمندوبية العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة، أطلق المندوب العام للحكومة فوق بوجبير يونس من سوق الغلال حملة لتنظيف الأسواق والمحال التجارية بالمدينة. وبعد إطلاقه للحملة، تجول المندوب العام ومرافقه في بعض المحال التجارية للوقوف على سير عملية النظافة من قبل الجهات المكلفة بنظافة السوق. ولاحظ جبير تراكم الأوساخ بالمحلات التجارية، الأمر الذي دفعه لإعطاء التعليمات الصارمة للمسؤولين بالبلدية، وقال إنه من الآن فصاعدا يجب على كل واحد من المكلفين بتنظيف الأسواق القيام بأخذ مسؤوليته التي أكلت له لمتابعة وتقييم كل عامل من أجل المساهمة في تنظيف المحلات التجارية تفاديا للإصابة ببعض الأمراض. جانب آخر من جولات المندوب العام للحكومة لدى بلدية إنجمينة ببعض البلديات هو التعرف عن قرب على عملية جمع الإطارات المستغنى عنها حتى لا يستغلها مثيرو الشغب. وفي تصريح له، أكد المندوب جبير بأن هذه الإطارات تنقل إلى أماكن خارج العاصمة إنجمينة ليتم حرقها بشكل نهائي. وبحسب العمدة علي هارون، فإن بلدية إنجمينة عزيمة على إزالة الأوساخ الموجودة في الأسواق والأماكن العامة، وستتواصل هذه العملية لتشمل كافة دوائر العاصمة إنجمينة في الأيام القادمة.